إذا من عمان معنا في هذه الأثناء السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. دعنا نتوقف في أسعار النفط واتجاهاتها في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ربما اتصالات بين أوبك وحلفائها، والإرهاصات تقول بأن الأسعار ستبقى على ما هي عليه. صباح الخير. نعم، بكل تأكيد أسعار النفط هي عرضة بالنسبة للعرض والطلب. كما ذكرت العرض والطلب هنا أقصد روسيا والصين. بالحديث عن اجتماع أوبك يوم الأربعاء، من المتوقع فيه تثبيت إنتاج النفط كما هو متوقع على مستوى عالي. بالتالي الضبابية بالنسبة لأسعار النفط هي جاءت من الأخبار الروسية والأخبار الصينية. بكل تأكيد انفتاح الاقتصاد الصيني وارتفاع النشاط التصنيعي، على سبيل المثال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قد سجل ارتفاعات نظرا لعودة النشاط التصنيعي، نظرا لعودة الطلبات، بكل تأكيد يفتتح التفاؤل، يفتتح الآمال لعودة ضخ النفط بشكل أكبر. لكن هناك مخاوف بالنسبة لروسيا. المخاوف تكمن ب5-2 عودة بالنسبة لوضع أو حيز التنفيذ بالنسبة لوقف تصدير بالنسبة للخام الروسي. بكل تأكيد الخام الروسي يعتبر الخام الأرخص بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فبكل تأكيد المخاوف هنا تكمن عودة الارتفاع أرقام التضخم بالنسبة لأوروبا. كما ذكرنا سابقا بأن أوروبا هي عرضة بكل تأكيد للطقس. الطقس كما يذكره بعض الاقتصاديين أنه حاليا هو الطقس الدافئ، الطقس المعجزة كما سماه البعض، فبكل تأكيد عودة الطقس البارد، عودة الشتاء البارد، بكل تأكيد سوف يدفع الاتحاد الأوروبي لدفع ضريبة ممكن غالية جدا، عودة ارتفاع أسعار النفط على التضخم بشكل أكبر. نعم أحمد، يعني بكل تأكيد نحن على متابعة لاجتماعات البنوك المركزية وخاصة الفيدرالي الأمريكي وتوجهاته خلال هذا الاجتماع، كيف ستكون بالنسبة لتشديد سياسته النقدية لكبح ارتفاعات التضخم اللي وصلت لمستويات قياسية. لكن ما نلحظه أيضا التوجهات والهدوء على الدولار اللي متجه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي، كيف من المتوقع أن تكون التحركات على العملة الخضراء؟ نعم، بكل تأكيد المحرك الأساسي بالنسبة للدولار الأمريكي في هذا الأسبوع هو قرار الفيدرالي الأمريكي، قرار رفع أسعار الفائدة. متوقع أن يكون رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. للرفعة الثامنة على التوالي، الرفعة في الاجتماع الثامن على التوالي 75 نقطة أساس كانت في 4 اجتماعات تجديد سياسة نقدية كاملة. لو راجعنا بعض الأرقام الاقتصادية منذ اجتماع ديسمبر، فأرقام التضخم قد شكلت بعض الانخفاضات، بعض التباطؤ إلى 6.5%. مؤشر المنتجين كان قد سجل بعض التباطؤ. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي أيضا سجل بعض التباطؤ. فبكل تأكيد الفيدرالي الأمريكي وتأثير تجديد السياسة النقدية قد يعتبر جيد بعض الشيء. بالنظر إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي، فالربعين الأخيرات في الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد الثالث والرابع في عام 2022، في منطقة إيجابية. فبكل تأكيد النمو أو المنطقة الإيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي قد يعطي الفيدرالي الأمريكي الراحة برؤية السوفت لاندينج أو الانخفاض الناعم، أقصد هنا تباطؤ التضخم وتجنب الركود. لو نظرنا على اجتماع الفيدرالي الأمريكي، فبكل تأكيد قد يكون المؤثر الأكبر ليس فقط قرار الفيدرالي الأمريكي نظرا لأنه مسعر في الأسواق بنسبة 98%، لا بل نبرة الفيدرالي الأمريكي. نعم. اعتدنا على رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالتوازن بعض الشيء بين القرار والنبرة. يعني أحمد، المستويات بالنسبة للدولار لو تحدثنا، ما هو القاع الذي يمكن أن يصل إليه مثلا بالتراجعات اللي عم نشوفها؟ نعم، بكل تأكيد حال تفضل. نعم سالي، مستويات 102 هي تعتبر مستويات دعم جيدة، تراجعات كانت بالفترة الأخيرة تعتبر بعض التراجعات جيدة بعض الشيء، فنبرة الفيدرالي الأمريكي فيما لو جاءت بعض التشددية فيها قد يكون مستويات 102 تعطي بعض الدعم بالنسبة للدولار الأمريكي لرؤية مستويات 103 على المستوى القريب في الفترة القادمة. نعم أحمد، يعني لا شك أن هذا هو أسبوع البنوك المركزية بامتياز، بغض النظر عن الفيدرالي الأمريكي، هناك أيضا بنك إنجلترا المركزي الذي يتجه الخميس ربما لتحديد وجهته الجديدة. التقارير والتكهنات تشير إلى 50 نقطة أساس أخرى، هذا الرفع يمتد يعني لفترات كبيرة. ما هو انعكاس ذلك على الإسترلين؟
نعم، بالنسبة للجنيه الاسترليني اجتماع يوم الخميس متوقع فيه 50 نقطة أساس أو رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الاجتماع أو الرفعة العاشرة على التوالي بالنسبة لبنك بريطانيا، احتمالية رفعتها 80% حاليا بالنسبة لبنك إنجلترا. لو طلعنا على الأرقام الاقتصادية فالتضخم لا يزال مرتفع 10.5%، يعتبر رقم عالي جدا مقارنة بنظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية 6.5% في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن 10.5 في بريطانيا. نعم قد سجل انخفاضات من الذروة، لكن 10.5% تعتبر مرتفعة جدا. ف25 نقطة أساس كانت متوقعة بعد اجتماع ديسمبر، لكن الأسواق بدأت تسعر احتمالية ال50 نقطة أساس بعد الأرقام الاقتصادية الأخيرة، وما أجده هنا محتمل. نمو الناتج الإجمالي المحلي قد سجل بعض الإيجابية بالنسبة لبريطانيا، لكن لو أخذنا بعين الاعتبار أن هذا النمو لا يعتبر كبير جدا، فقد يكون الركود الداخل في المملكة المتحدة لا مفر منه، لكن عمقه قد يكون أقل مما كان يتوقعه بنك إنجلترا في الفترة القادمة. أود الذكر هنا بأن بعد الاجتماع قد يكون أو قد يتجه أعضاء بنك إنجلترا إلى الانقسام في التصويت، 6 أعضاء نحو 50 نقطة أساس، عضو واحد ل 25 نقطة أساس، لكن يوجد عضوين من الحمائم سوف يصوتوا على تثبيت أسعار الفائدة. نعم، شكرا أحمد عزام، وأنت محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.